ماما شنو هذا؟ هذا مدور، هذا ماشي بحال اخر. هذا الملوي الكبير المدور، اللي بحال الحرشه بحال الملوي، بحال الحرشه بحال الملوي. وتا هو فيه لي زانغريديون البيو، يعني فيه الزبده بلديه فوالا، وفيه يعني فوالا هذا الخميره مخمر شويه، وكنخليه في الثلاجه ساعه المكانه عاد نقرصو. علاش في الثلاجه؟ باش كيتجمد ديك الزبده والزيت منين كتحطوه في المقله، عاد ديك الساعه كيبدا تقلى فيه ديك الزبده والزيت لداخل، كيجي كروستيون، كيجي او ميم طون رطب. الطاطيه اللي صعيبه بحال البيتزا صافي. هو صعيب شويه ولكن زوين، وهاد الملوينه هادير ما يكون الا ما درتيش بيديك راه ما يمكنش يديرو. لا الا بغاو يبيعوه خص يبيعوه ب 200 ريال الوحده. لان باش دير هكا الزبده بلديه ودير السميده والفينو وداكشي نقي، خاصك دير غير الطحين بالفرص ودير المارغارين ديك الساعه باش تبيعها ب 4 دراهم.